هذا كويز. شكون احسن لاعب تونسي توا تعتبر توا؟ اي في الشامبيون تاع تونس معناها تونسي عنده جنسيه تونسيه. اه ناش ميكون يلعب في تونس ناش ميكون يلعب برا معناها تونسي تونسي بون فماش تستاهل برشا تفكير. بالحق عندي كان نقول لك توا احسن جوار تونسي واضح عندي. جاوبني انت بعد نقول لك انا شكون احسن. جاوبني انت بعد نقول لك انا شكون. انا توا انا قلت ما عنديش حتى ملاعب حتى ملاعب. انا نقول يوسف مساكني. لا انت قلت توا في الشامبيون تاع تونس. قلت لك لا قلت عنده جنسيه تونسيه. لا فهمتك توا فهمتك اوكي. ما عندك بون عندك برشا جوار باهيين. يوسف ياسين في تومكو ما عرفش انا شكون. واحد قلت لك واحد سميت. واحد يوسف في تاريخ تونس اللي خاط عليهم انت نقول تاريخ تونس ممكن زيد جزيري. احسن لاعب في تاريخ تونس زيد جزيري. مش احسن لاعب ممكن من احسن لاعبين. اعطيني احسن لاعب. احسن لاعب في تاريخ تونس كان تحب زيد. زيد رب. لا احسن لاعب كان زيد قولي اثرت عليه في تاريخ تونس. اي يوسف. يوسف المساكن. شكون لاعب تشوفه قادر ينجح في اوروبا يلعب في تونس حاليا توا النجم برشا جوارات يلعب. سمي لي واحد. بن عمر. شكون اقرب لاعب ليك؟ ممكن برشا عندي صحابي قرب لي. اقرب واحد غازي عبد الرزاق. مدافع تقرا له حساب. بدران. شكون احسن مدرب تونسي؟ فوزي بن زرتي. احسن مدرب دربت عنده؟ فوزي بن زرتي وليمير. شكون مدرب عنده فضل على ايهاب المساكي؟ فضل ممكن برجع عندهم فضل عليه. نبيل معلول عنده فضل كبير عليه. فوزي بن زرتي ليمير. شكون اخر؟ يزي وحشتي بوين ماتش ما تنساهش. ماتش ما ننساهش زمالك مع ليتوار 4-1. بونتو ما تنساهش قعدت في بالك. بونتو المرسى ضد المرسى. السؤال اللي بعده كم شصلك احلى بونتو ما لقيتو نصاب بش قولي هذيك مرسى ضد المرسى. بونتو تمنيت لو كنت انتي سجلت. بونتو تمنيت كنت ممكن ممكن بونتو اللي مركا حمزة ضد الاسبرانس بتاع 2-2 الكفل من بعيد. اقوى ببليك في تونس بون مش ما نكذبش ثلاثة جمعيات عندهم ببليك كبير اللي هم ليتوال والاسبرانس والكلوب. على خلاص تفاقص بس ببليكها مش كيما الاخرين الحقيقة مالي كي تدخل التيران تشوف ببليك ليتوال ولا الاسبرانس ولا الكلوب مش كيما ببليك السياسي كي تختار واحد. ليتوال. شكون نقرب جمعية قلبي هل بمسيك نيوم توا اه. الحقيقة ليتوال أول سالير خذيتها قديش؟ 500 دينار. وآخر سالير؟ آخر سالير آخر سالير أخويا عندي 7 شهور اللي مخلص نسيت حتى السالير شو دخلت في موضوع الأخير ما عدي بي باس. شنو حاجة فيك ما تعجبكش؟ حاجة فيه ما تعجبنيش يعجب فيه يعجبني كل شيء كل شيء بس واضح اخوي. شكون احسن لاعب في العالم بالنسبه لي؟ انا نحب رونالدينو. تاو ميسي. احسن مدرب في العالم غوارديولا. شكون القدوه نتاعك كره؟ اي بو انا مغروم كنت صغير مغروم طارق تي برشا حتى مش كوره معناها في الدنيا بابا بيقبل حوار جاي في صنية حمام تقول زعما شو بسألني؟ لا جمع. ولا لا ولا شيء كانت هذه الكويز الكويز